السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للقصة المؤلمة التي أثارت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قتل زوج لزوجته في أحد الشقق السكنية بمصيف بلطيم، كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في قتل زوج لزوجته داخل شقة سكنية ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ أثناء رحلة الصيف، وأن الزوج تلقى مكالمة هاتفية من شخص مجهول اعترف له بارتباطه بعلاقة غير شرعية مع زوجته، فقام بخنقها وطعنها بسكين أمام طفليهما وسقط الجثة هامدة. كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تلقت بلاغا من سمسار عقارات بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقة سكنية تابعة له بمصيف بلطيم، وانتقل في الحال ضابط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى أنغام عين 18 عام مصابة بجرح طولي بمنطقة البطن. وقال السمسار في المحضر أنه تلقى اتصالا من زوج المجني عليها ويدعى أحمد 29 عاما، أبلغه بأنه قتل زوجته وتركها هي وأطفالها في الشقة التي استأجرها يوم الجمعة الماضي للإقامة فيها خلال أسبوع المصيف. وكشفت التحريات أن الزوج قتل زوجته أمام طفليهما، أحدهما سنتان ونصف والآخر سنة، وتركهما بجوار جثتها في الشقة التي تقع في الطابق الثاني في العقار الكائن بشاطئ الزهراء بمصيف بلطيم. وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه وعرضه على النيابة العامة، وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بقتل زوجته خنقا وطعنا بمنطقة البطن، وترك جثتها مع أطفالها وهرب إلى قريته بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ. وقال إنه سبق أن تشاجر مع زوجته وتركت المنزل بسبب الخلافات الزوجية خلال الشهر الماضي، وتم التدخل من بعض الأقارب للصلح بيننا، وبعدها سافرنا إلى منطقة بلطيم للمصيف وتم استئجار شقة للإقامة فيها خلال فترة الإجازة. وأضاف المتهم: يوم الحادث تلقيت مكالمة من شخص مجهول أكد لي أنه على علاقة غير شرعية مع زوجتي وأنها حامل منه في شهرين، وعندما واجهت زوجتي بمضمون المكالمة ولم أجد رد مقنعا قمت بخنقها باستخدام ملآة السرير ثم طعنتها عدة طعنات حتى خرجت أحشائها من بطنها. وأمرت النيابة العامة بتسليم الطفلين إلى جدهما، وتم تشريح الجثة للتأكد من رواية حمل المجني عليها من عدم. كما قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ودفن الجثة بعد ورود تقرير الصفة التشريحية وحجز المتهم على ذمة التحريات.